بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده كنت عايزه اكلمكم عن الثلاث ترابيزات او السلندرات، يعني ناس كتير قوي سالت لي عنها، فحابه ان انا اعرضها يعني عليكم. هو ده كان في ايفنت، بس انا كنت عايزه اقول لكم يعني الاختلافات والفرق بين ان هو يكون ببانر او غير بانر. انا استخدمتها في ايفنت بنوت عيد ميلاد، فكان ده شكل الايفنت باذن الله هنزله معاكم قريب، بس منتجه فدعواتكم يعني. فاللي شاف الفيديو متاخر فممكن يكون هو اوريدي اتمنتج يعني ونزل، فهتلاقيه في صندوق الوصف او على القناه بتاعتي. فيا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب قبل ما تشوفوني. انا ما يليش، ودي قناتي المتواضعه، وحابه يعني اشارككم شغلي بطريقه سهله، وبنحاول نسهل على بعض كل حاجه، كل الخامات، والحمد لله برد على كل اسئلتكم في الفيديوهات اللي انا بنفذها. تمام، يعني لو ما ردتش في الكومنتات وشفت كومنت يعني كده لمحته برد عليه في الفيديو. اول حاجه انا حبيت بس يعني اوضح، اول حاجه هو عباره عن خشب، خشب زي ابلكاش كده بيلف حوالينه، يعني بيتعمل قعدتين، قاعده فوق وقاعده تحت وبيتلف حوالينه. في ناس بتعمله قاعده فوق بس، وفي ناس بتعمله قاعده فوق بس وبتسيبه من تحت عشان تحطهم الثلاثه في بعض، بيعملوا مقاسات مختلفه. طبعا دي هما الثلاثه بيبقوا خشب عادي، انا بصراحه للاسف كانوا مقفولين من تحت فكانوا صعبين شويه. عايزه اقول لكم الاثنين الاولين دول انا كنت دهناهم دهان عادي، دهان الدهان كلفني اكتر، يعني كنت عامله الاثنين ب 550 من زمن، من فتره، الاثنين الكبار مش اللي في ايدي دي انا كنت عاملاها مع ايفين تاني لوحدها، فدي ما اتدهنتش. التانية خدت في دهانها تقريبا حوالي 200 جنيه دهان كمان غير تمنهم، ده غير النقل، خلي بالكم بقى شوفوا انتوا سعرها هيكلف كام في الاخر. ف يعني دي طبعا ده سعر انا عاملاها عند نجار عندي في الشرقيه، السعر عندكم ممكن يكون مختلف، وخصوصا انها طالعه ترند الفتره دي. تمام، ده بقى الخشب ده من غير الدهان. تمام، على فكره بتاخد سبراي كتير قوي، خلي بالكم لو انتوا فكرتوا تجيبوها كده وترشوها انتوا بايديكم، بتاخد سبراي كتير جدا جدا جدا، لازم تتمعجن الاول بعدين تترش. انا بقى بصراحه استسهلت وعملتها بالبانر، لو انتوا فاكرين الايفنت اللي انا عملته معاكم ده كان عاملاها ببانر ابيض، قلت بدل ما ادهنها وكده. فكره البانر حلوه جدا، مبدئيا انت كده كده هتحتاجي تغيريه، كده كده هيتغير، كده كده لو عملتي لون ايه كل ايفنت بيبقى محتاج انك تحطي شكل معين على الايه، على الترابيزه دي او على السلندرات دي، حسب بقى عيد ميلاد، اي مناسبه، خطوبه، اي ما علينا ايه من المناسبه يعني. فعايزه اقول لكم ان لما انا دهنتها طبعا ابتدت تتجرح، مهما حاولتي تعمليها، في ناس ما شاء الله عليها بتعمل لها كفر، فهتعملوا لها كفر كمان هيبقى مكلف، فلا ليه يعني. في ناس كتير قوي اللي انتوا لو بتطلعوا ايفنتات يعني على طول هتلاقوا ان انتوا كل شويه عايزين تغيروا البانر ده، فهي هتبقى حته بانر صغيره يا دوب بس بيتعمل على قد الدايره اللي فوق وبيتلف حواليها زي ما انتوا شايفين، وبحاول ان انا اشيله زي ما انتوا شايفين اهو دلوقتي. تمام، ممكن مثلا تسيبوا الحته اللي فوق وتكملوا عليها عادي. عايزه اقول لكم للاسف الحته دي ما اتصورتش معاكم للاسف، فانا عملته زي مربع كده فوق، وبدات ان انا اقص الدايره حسبها، وبدات اقص شرايط، لو انتوا خدتوا بالكم بصوا شريطه 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 من حوالين الدايره كلها، وبدات ان انا اتني اتني اتني. ممكن تدبسوا بالدباسه بس عشان انا ما دبستش كتير وزهقت فعملتها بسلوتيب، يعني شويه بسلوتيب وشويه بالدباسه عشان يمسك برضه، فده كان شكلها. فسامحوني ان الحته دي ما اتعملتش معاكم، لو ربنا اراد تاني وظهر في فيديو تاني هحاول اظهرها لكم اكتر، فسامحوني يعني. انا حتى حاولت ان انا ابطئها علشان اتكلم معاكم وافهمكم ايه اللي حصل. تمام، بقص قدها اكبر شويه، وبعدين بنقص من الاحراف شريطه كده يعني زي شرايط كده وبنتنيها. ده ايه ده بقى يا مي اللي انت بتشتغلي بيه اصلا؟ ده بقى لا دهان ولا بانر ولا اي حاجه، ده انا لقيته كده سبحان الله، انا جايباه من فتره كبيره جدا جدا، وكان عندي كنت شاريه من العتبه من عند الناس بتوع القماش، يعني انت وانت في الشارع بتاخر العتبه كده في الحته الشارع اللي انا بمشي فيه ده، هو انا اصلا ما اعرفش غيره، الناس اللي شافت الفيديو بتاعي للخامات وكده هيعرفوا ان انا الشارع ده اللي انا بمشي فيه على طول. فهتلاقوا فيه على الشمال كده قبل ما الشارع يخلص ناس بقى بتبيع ده، منه سيلفر وذهبي، الوانه كانت حلوه جدا، انا عجبني اللون ده بصراحه موت، فكنت جايباه ان انا عايزه اعمل لكم ازاي نعمل باك دروب من ما يكونش خشب في البيت، كنت بفكر اعمل لكم الفكره دي، بس بصراحه فضلت ركناه فتره وما قدرتش اعمله وما جاتش مناسبه ان انا اعمله، فقلت لا بقى انا هستخدمه في الايفنت ده.
فقلت اجرب. وقلت برضو بصراحة توفيرا ان انا اعمل بنرات، يعني بدل ما اعمل بنرات كمان لده، وخصوصا العميل ما كانش عايز يدفع كتير يعني. فتمام، قلت بقى خلاص. عملتها بقى السيلفر، اصلا كانت احلى حاجة الترابيزات. انا حاسة الايفنت كمان لما حطيت فيها الورد، لو انتوا شفتوا الصور في الفيديو في الاول، كان حاجة فظيعة جدا بصراحة. اللون ده حلو قوي، وممكن تستخدموه على باك دروب، هيبقى فظيع بصراحة. فبس مش فاكرة قوي سعره بصراحة عشان مش هكدب عليكم، بس هو سعره كان قليل، يعني ممكن يكون حوالي 35 جنيه المتر، والمتر تقريبا عرضه كبير مش صغير زي ما انتوا شايفين، صح؟ فلطيف يعني. انا كنت جايبة تقريبا حوالي كام متر، كنت جايبة اعتقد 5 متر، اعتقد يا رب اكون انا اصلا قايله صح. كنت عايزه احطه على الستاند المدور، الستاند المدور كان 2 متر 2 في 2، صح؟ اي جيس. فتقريبا انا كنت جايبه 5 متر. تمام، هو ما كانش مكلف بالنسبه لي، او انا عشان جايباه من فتره، ولو اتعرف واتبقى ترند عايزه اقول لكم هيبقى سعره هيغلى يعني حقيقي. كنت يعني نفسي لو نزلت العتبه تانية اجيب منه الالوان التانية، لان للاسف اللي عندي خلص ده، بس عجبني جدا. تقريبا الناس بتستخدمه كمفرش مثلا حاجة، يعني هو خامته حلوة قوي قوي، ناعمة وطرية، وكمان في نفس الوقت سهل في التركيب. انتوا عارفين البانر تقيل كده وناشف في الشغل، لما تيجي كمان تلفيه الموضوع بيبقى ناشف شوية ناشف شوية، لكن ده طري ولطيف. البانر كمان على فكرة فيه عيب، البانر بيتوسخ بسرعة جدا. شوف، رغم ان هو ممكن يكون ناعم وطبقة حماية وبتاع، بس بيتوسخ بسهولة جدا، اي حاجة ممكن تجرح فيه. حتى لو انتوا شغالين مثلا بتعملوا حاجة وحطيتوه على ظهره عشان بس تتنوا على الباك دروب او كده، هتلاقوه اي خبطة او اي حركة كده في اللون بيتجرح اللون، يعني غير ان هو بيتجرح، غير ان هو بيتبهدل بسهولة. لو حطيتوا عليه شمع، سوري مش شمع، سولوتيب، ما بيطلعش. عارفين حتى كمان الاستيكر اللي انا عملته قبل كده معاكم ده ما طلعش. ف رخم رخم بطريقه رخم 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 يعني. فبصوا، عشان انا بقول لكم العيوب بتاعت دي وبتاعت دي وبتاعت دي، لو انتوا هتدهنوا الباك دروب او تدهنوا اي حاجه، خلي بالكم انتوا كده هتورطوا نفسكم ان انتوا هتعملوا لون واحد. لما تيجي تستخدموه مثلا ايفنت ولد هتحتاجوا لبني، ايفنت بنت هتحتاجوا بينك، ايفنت مش عارفه ايه هتحتاجوا ابيض. طب ايه بقى هتحتاجوا؟ بقى 3 سلندرات، 3 بانرات، 3 باك دروب كده يعني، عشان تعرفوا تمشوا مع الالوان كلها. ف بس انا ده رايي وانا قلته يعني. فبصوا، رفيع كده وحلو بصراحه، عاجبني جدا 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 جدا. عارفين كمان في حاجه كده اللي هي طالعه ترند كده، اللي هو السيلفر اللي انا كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات، هو كان اسمه ايه؟ والله انا مش فاكره حتى اسمه. بوري، ما علينا، ممكن تستخدموه زيه. مش في حاجات كده خلفيات للأعياد الميلاد معمولة يعني الفترة دي بيعملوها بالبتاع السيلفر والذهبي، بس مكلفة قوي، بالبلاطات دي بتبقى عند بتوع الدعاية والإعلان اللي أنا صورت عنده في الفيديو اللي فات، روحوا شوفوه أستاذ حسن. ف حقيقي مكلف مكلف جدا. إلا بقى إن في ناس في القاهرة يعني بتأجره عادي، فالموضوع بالنسبه لكم هيبقى سهل، لكن احنا عندنا مفيش حد، مفيش الكلام ده، مفيش عندنا ايجارات والحاجات دي خالص. بس عايزاكم تدعوا لي الفتره دي جدا، انا بحاول والله العظيم انفذ لكم الفيديوهات اللي انتم محتاجينها، مش اللي انا محتاجاها، اللي انتم محتاجينها اكتر مني. وساعات غصب عني يعني حقيقي، يعني غصب عني ساعات ممكن انسى الكاميرا او كاميرا تقفل لوحدها، فسامحوني، فبحاول اعوضها لكم فيديو تاني. بس بحاول والله العظيم على قد ما اقدر اقول لكم الفكره كامله، من مش ناقص اي حاجه، بكل حاجه يعني. تمام، فاللي راح بقى العتبه وشاف الماده دي او الخامه دي يقول لي دلوقتي هي سعرها كام في الكومنتات. وبس ان شاء الله لو ربنا اراد ان انا نزلت، يعني لو ربنا اراد ان انا نزلت دعواتكم كتير، هحاول اصور لكم المكان والاسعار والدنيا كده فيها ايه، وهنزلها لكم برده عشان يبقى صورت لكم كل الخامات اللي في الدنيا. تمام، واي خامه هتلاقوا فيديوهات عندي. تمام، بس كل اللي احنا نحتاجه في الموضوع ده كله الدباسه اللي هي بتاعه الدبابيس دي، واعتقد الموضوع سهل زي ما انتم شايفين، والحمد لله حتى بتقص بسهوله. اشكركم، وياريت الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله استنوا الفيديوهات الجايه باذن الله هتعجبكم اكتر واكتر.